يذكرون عن الشيخ المغربي هذا الذي دخل إلى تريم في زمان من الأزمان وكتب رحلة، كتب فيها مشاهداته لبلد حضرموت وتريم بالخصوص في ذلك العصر الزاهي. كان يتكلم أنه وجد واحد من الشبان شاب صغير يتصدر حلقة الدرس في مسجد سيدنا الإمام عمر المحضار. قال فتعجبت من كون هذا الولد يتصدر في وجود من هم أكبر منه في بلد مثل هذه البلد تريم عرسها الله. قال بعد ذلك استمعت إلى كلامه وهو يدرس ففوجئت. قال أنا حصلت معي مرتين في عمري أن أمي غضبت علي، بس مرتين. قال المرة الأولى جيت من العلمة من محل التعليم في الضحى وجيت إلى البيت ودخلت ورفعت صوتي أقول لأمي أين القهوة أين القهوة أين القهوة. كانت أمي تصلي، أمي خلصت الضحى التفتت قالت إنا لله، أنت أسير القهوة هكذا؟ هل غضبت علي؟ هل أنت جيت من محل التعليم ومحل الإرشاد وقلبك ملتفت إلى قهوة ومشغول ذهنك بقهوة وترفع صوتك لأجل القهوة؟ قال ورفعت غضبت علي أمي والغضب شديد. قال جاءت أختي اللي أكبر مني نبهتنا قالت أنت الآن خليت أمك تغضب، توب إلى الله من هذا الأمر الذي عملته وتوب إلى الله من تعلق قلبك بالقهوة. نحن نضحك من هذا صح، إن كان إلا قهوة يا سهلا دل شهوة أشد من قهوة صح. قال فما زالت بي أم أختي تقول لي تب من هذه الشهوة شهوة القهوة كما تبت يوم القهقها من قبل. قال إيش يوم القهقها؟ قال مرة جيت كذلك إلى البيت وكنت أكلم أختي وتكلمنا وأخبرتني بشيء مضحك فضحكت وارتفع صوتي فقهقت. قال وأمي تصلي التفتت من الصلاة قالت يا ولدي إنا لله، صار بيوتنا بيوت العلم والخير ترتفع فيها أصوات الضحك وكأن احنا غافلين وكأن بيتنا سوق من الأسواق وكأنهم على اللعب. قال وعاتبتنا عتاب شديد قالت لأختي لابد تتوب إلى الله من القهقهة. قال في بعض المذاهب كأنه عند سيدنا أبو حنيفة قال القهقهة تبطل الوضوء، إيش السبب؟ قال أنها قلة أدب على الله. كيف واحد يرفع صوته بضحك يضحك كأنه إلا من أهل الجنة يضمن نفسه؟ تصوروا يا شباب المستوى الذي نحن نتكلم عنه والمستوى الذي نعيشه، كم الفرق بين الأمرين؟ على الأقل على الأقل إن لم نصل إلى هذا المعنى العالي الراقي، أما بنصل إلى مسألة أننا نمتنع من قهوة، لكن نعرف أن السلوك الذي نتعلمه والعلم الذي نتلقاه يجب أن يكون معنا في كل حال،